دلوقتي كان انت عارف محمد صبحي قاعد ينتهي هذا الموسم. محمد صبحي صغير بس هو بتاع الزمالك حارس الزمالك برضه. اوباما في لعيبه في الزمالك اوباما كان عنده عربه ما اتحسبتش مدت. لا اوباما قعد ينتهي بنهايه السنه دي بنهايه هذا الموسم. تمام انا بقول لك معلومه يعني. تمام. ان محمد صبحي كان ماضي في بيراميدز وده الكلام ده اتقال ايه المشكله؟ لا هو كمان استرد عقوده وقت ازمته مع الزمالك والايقاف واللي معرفش ايه. طبعا بيبقى اللعيب ممكن في وقت كده عنده لحظه ضعف او بتاع, وبيراميدز انت عارف تحديدا بينقي اللعيب اللي عقده ينتهي فياخده بفلوس اقل. لا وفلوس اقل عشان ما يدفعش للنادي. عمل ده مع يوسف اسامه نبيه وعمل ده مع سيف جعفر. بس بيدفع فلوس كويسه كويسه قوي. ما هو يقول لك بدل ما ادفع 30 40 مليون للنادي ممكن ازود اللعيب 5 مليون زياده عن مرتبه ولا حاجه احسن لي. تمام. يعني انا كنادي كفكره برضه محترم, وفي الاخر انت بتسيب لعيبك لما عقده ينتهي وانت حر. تمام. يعني من لا تلوم الا نفسك. تمام. فاسترد عقوده. هل صبحي انت شايف بخصوص العواد لعب الماتش اللي فات, هل صبحي جدير بحراسه مرمى الزمالك احنا ولا عواد ولا احنا مش فاهمين؟ بص يا كابتن شمال, هم اعتقد كان صبحي لو كانت المشكله اللي فاتت دي ما كانتش اتعملت في التوقيت ده اكيد كان هيتجدد والموضوع عدى من زمان. لكن هم دلوقتي متريثين اعتقد يشوفوا سلوكه هيبقى عامل ازاي. بس خلاص عدت وفتوح جدد. وهو اصل فتوح كان على راس المشكله ده, حتى لما قال لك خصم المرتب ده حاجه قال له فتوح 25 وصبحي 20 والزناري 15. انا اعتبر ان صبحي هو ان اسف فتوح الاعلى. بس فتوح جدد فتوح هم قيمته في نادي الزمالك او تاثيره في نادي الزمالك عند جمهور نادي الزمالك او عند مجلس الاداره حجمه اكبر لانه نجم كبير. يعني فكان الاهتمام مع انه هو صاحب المشكله. كان الاهتمام بس المشكله دي خلصت خلاص. هل صبحي يستحق الاستمرار؟ انت شايف فنيا؟ لا هو فنيا طبعا التزم جون كويس جدا, يعني جون كويس جدا لو فنيا التزم. انا مش عارف بقى هو في النادي عامل ايه معاهم, هم الدنيا ماشيه ازاي, وهيستنوا برده في الاول والاخر برده استرداد العقود ده معناه ان في كلام معاه في التجديد. هو جايز ما يكونش في عقود في بيراميدز. جايز ده كلام, هو مثلا جايز مش اكيد ده كلام عشان يضغط على النادي. احنا الخبر اللي جايبينه انه كان ماضي واسترد العقود تاني. طب واسترد عمرو بسيوني اللي هو مدير ليه؟ معناه ان هو عايز يكمل في الزمالك. لا انا مضيت وانا عايزك, ولو انت ايه حتى خلاص انت بتاعي, لو انا عايزك وانت مضيت لي تقول لي تعود تمضي مع النادي وتبقى متفق لو في حاله ان انا يعني باتفاق استرد العقود. لا دي حاجه ثانيه بقى. يعني هتلاقي يعني هتلاقي المديرين الكوره او مسؤولي التعاقدات عندهم عقود كتير في العربيه. لعيب يقول لك انا همضي لك بس في حاله ان انا ما عرفتش اسيب النادي, في حاله ان انا جددت, ودي حاجه بتحترم يعني. انا عندي بس والمسؤول بيديك تاني عقودك بتحصل. ده بالاتفاق معاك انت في الاهلي. بالاتفاق حصل معايا في الاهلي. بالنسبه استنى بس يا كابتن عبد الجليل, استنى لو سمحت, حصل ايه معايا في الاهلي؟ ادوك لحظه يا كابتن عبد الجليل, هو انت كنت موجود؟ انت اتصلت لي ليه؟ هو انا مش موجود خالص. انا كده خالص مش مضيت في الاهلي. لا انا مضيت عقودي معايا, دي ما حصلتش في التاريخ. عقودي معايا. امال مضيت ليه بدل ما عقودك معاك؟ يعني عند في رئيس النادي اللي كان موجود. يعني انت مضيت وخدت العقود معاك؟ طبعا في الامتاع مضيت العقود. فين؟ طبعا. امال ايه؟ خدت العقود كلها معايا. والله العظيم. بص ده عايز حلقتين ثلاثه بقى. لو حكيت لك اقسم بالله يعني هقول لك هتقول مثلا ايه؟ اله الكوره كان رايح. ما تعرفش بقى. كنت جامد انت ساعتها. لا مش موضوع جامد, هو موضوع مش ايوه جامد في الكوره ومش جامد في ايه؟ لا 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 مش جامد يعني فورمتك عاليه؟ لا الاهلي كان بياخدك عشان تلعب كتير. يعني هو ده السبب إيه؟ يعني لا مش ده سبب من ده ممكن يكون سبب يعني في ثلاثه حصل معاهم في العهد بتاعك وده انت وشيكابالا لا, لا 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 مش والاباني استنى يا كابتن وشيكابالا خدوا عقودهم. لا انا وضعي لا غير زي الاباني ولا زي شيكابالا. لا اقصد ماشي هتقول لنا الوضع وكل حاجه, بس اقصد انتوا الثلاثه انتوا لعيبه كبار. يعني الاباني كان ليبرو كبير, انت مدافع كبير, شيكابالا لعيب كبير. انا لما جيت لما رحت نادي لو كنت اروح نادي الاهلي انا رايح من تركيا مش رايح من نادي الزمالك. دي اول حاجه مبدئيا. ده اول حاجه. انت كنت تركيا اعاره ولا بيع من الزمالك؟ لا انا كنت بيع اعاره. ازاي؟ يعني انت تقصد ما كنتش مرتبط اصلا بالزمالك؟ يعني لا الارتباط كان شفوي بكلام. لا يعني انت وقتها ما كنتش ماضي مع الزمالك. لا اوكي. وبعدين كنا متفقين والناس اخلت معايا ان انا وخالد الغندور موجود ان انا اروح البنك ثلاث مرات عشان اخد فلوسي ومفيش فلوس. مالكش فلوس. 2000 وكام ده؟ 2000 وكام؟ انا مش فاكر. انا عجزت يا كابتن. مش فاكر في تركيا كنت سنه كام؟ اخر سنه كنت في تركيا. اخر سنه في ثلاث سنين. يعني 2005 2006؟ لا قبل كده بشويه. 2004؟ 2004 لا ده 2004 اللي مسافر تقريبا. انا مفهوم يجيبوها طبعا هنحسبها. ماتش 6-1 كان سنه كام؟ ده بص ما انتش فالح غير في كده يا جدع. لا عشان اقول لك انت بعديها بسنه رحت يا راجل. ده انا بلعب سيرتي باك يعني جايب جوان اكتر منك. صح.
مبسوط كده؟ مبسوط؟ طب ماشي بروح النهارده. فكان العند بس والاخر برضو يعني هي كانت حته ضغط عشان انفذ العقد اخد فلوسي بس مش اكتر. وبعدين على طول رجعت النادي على طول. وبعدين ما انا برضو اتربيت بعدها هي سنه بره على طول. قال لك بره بره وما يلعبش كوره تاني ده مصاب. يعني بص مين اللي طلعك مصاب؟ نادي الزمالك كله. لا يا راجل الله العظيم. انا يعني ما انا ما اتحولت كده ازاي؟ قال لك انا رحت لعبت حديد عشان اثبت لهم ان انا لا كويس. لا مش لهم هم، لناس بره بس اللي بيقول لك انت مصاب. فيا الله يسامح كل واحد وخلاص والموضوع انا بنساه خلاص. بقيت يعني كده ازاي يعني ايه؟ جسمانيا يعني انا ما كنت ولا يعني ولا ولا انك مخنوق من النادي يعني؟ لا لا كلمه بقيت كده ازاي قصدك بيها ايه؟ اقول لك على ايه؟ على العضلات دي اللي بيلعب يعني. اللي يلعب حديد ده ما ينفعش يكون حاجه عنده في اي حاجه في العضل. انت قصدك ان انت ليه اتجهت لفكره انك تلعب حديد؟ بالظبط بسبب 3 سنين قاعد. طبعا بسبب عشان قاعد مش غضبان على نفسي وعلى مش عايز على الكوره كلها مش عايز العب كوره تاني خلاص. 3 سنين ما بتلعبش؟ طبعا. وبعدين رجعت لعبت؟ رجعت لعبت في المنصوره 6 شهور من المحافظ بلدك وبلدك بتنزل وتعالى وروح. ورحت لعب 6 شهور وبعدين رحت سموحه. بعد لا سموحه انا رايح مدرب مع كابتن محسن بعت لي اشتغل مع مدرب. فكابتن محمد وهبه جايب حد بتاع قياسات من فرنسا فانا بتمرن مع اللعيبه وبتاع عادي يعني. قال لك ده فاكرني لعيب عشان هو جاي متاخر راجل اللي بعتت اسئله من حاجه فتره اعداد فبيعمل قياسات لاني على واحد. قال لك ده على واحد. فكابتن محسن قال لي هتلعب؟ قلت له العب فين؟ قال لي والله هتلعب. قلت له خلاص العب. ده عملت موسم حلو قوي اول مصحف كل ده برضه عند وغل على الناس اللي قالت راح مدرب. لا لا قعدت كام موسم؟ هو موسم لعبت موسم مع سموحه كام موسم وبعدين ده كان معاك بقى حماده طلبه وطارق حامد والمجموعه دي. ما انا لعبت طارق حامد انا قلت لك. وبعدين واقف في الريست بجيب غدا للولاد في الساحل قابلت كابتن فاروق جعفر قال لي في حد عايزك لازم تبقى معانا حد كبير بقى خلاص الله يرحمه في الجيش في الجهاز الفني طلع الجيش لا العب يلعب بقى كابتن قال لي هو عايزك قلت له خلاص انا معاك ولعبت. ده جابه بعته 24 ساعة صد رد الاستغناء في 24 ساعة يعني لعبت موسم في طلائع الجيش؟ في الجيش لعبت بتاع سبع ما كملش موسم الاخر يعني كان يقف شوية اشتغل شوية عشان الموضوع الاحداث بس لعبت قد ايه بقى لعبت يعني اصلا كل ماتشات كل ماتشات يا راجل انا بشتغل في حاجة يا بكون رقم واحد يا ما اشتغلهاش. شايل من الزمالك جواك؟ لا مش من الزمالك من الناس اللي جوه نادي الزمالك طبعا يعني من افراد طبعا لكن نادي الزمالك مكان لا نادي الزمالك ملوش ذنب نادي الزمالك نادي الزمالك ده يعني هو اللي عمل كيان بيشيل التبع ده انت ليك حلقه واحده حلقه واحده بس 30 حلقه لوحدك قال لك ليه ايه ليك تعليق تعليق على ايه؟ ايه؟ لا مفيش حاجه لا تعليق على ان هو كافح هو مكافح الله يخليك يا كابتن الله يخليك. بس انا كنت بتفرج النهارده على ماتشات الدوري النهارده كان عندي اجازه مريح في البيت فقلت اتخنقت ولا ايه؟ نمت زعلان زعل لا يا راجل نمت؟ يعني انام واقوم الاقي ماتش شغال ما هو كان في ثلاث ماتشات مش شدك؟ لا شد ايه؟ كان في امبي وزد كان في المقاولين والمصري المقاولين والمصري والجونه والاسماعيلي اللي انا قعدت ضيعت وقت معاه وده اللي نمت 0-0. بالليل قبل ما انزل لك قبل الاسماعيلي كان احسن في ماتش الزمالك وكان احسن من الجونه شويه لا الاسماعيلي يعني شويه بس بيفتكر اللعيبه اللي موجوده في الثلاث فرق ولا الاربع خمس فرق اللي اتفرجت عليهم على كوره كابتن على اداء على ماتشات مفيش حاجه شدتك مفيش لمحه يعني لما مفيش لعيب شدك مفيش كوره شدتك مفيش هو نام بقى خلاص يا كابتن لا لا ما انا نمت من الزهق هو نام انت شفت لا ما هو يعني هو عايز يقول اللعب ممل جدا ما حدش لفت نظره شفت ماتشات النهارده يعني مش 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 مش, مش, يعني مش قوي مش يعني كلهم بتنام لما تتفرج على ماتشات الدوري لا ما اتفرجش يعني من شكل الفرقتين اصلا لا ممكن اكمل او ما اكملش كملش انت راجل جاي تعلم لا ما هو شكل الفرقتين هيجي لي جلطه بس يا كابتن يعني بامانه كابتن انا كان وقت الماتشات كان في ماتش الهلال مع امبارح كان النصر والشباب وكان قبل ما انزل لك كان الاتحاد و الهلال النهارده والاتفاق والاتفاق الهلال كسب 2-0 ايه اللعب ده كابتن يعني اتفرجت على ماتش الهلال قلبت الماتشات طبعًا. دي واتفرجت على الهلال والاتفاق طبعا يا طبعا يا كابتن اتفرج وكان في الاتحاد وطبعا اتفرجت على الوحده اعتقد الاتحاد والوحده والاتحاد كسب 2-1 في الاخر ريمونتادا بنزيما ضيع بيلين صمد حجازي كابتن شفت على بنزيما وجامد لا لا ما تفرقش معاهم الحاجات دي يا كابتن يعني الناس الكبار دي ما بتفرقش معاهم
يعني بس الكابتن إيه ياسر يعني هو لو عايزها ما ياخدها. بتفكر صح وعامله متعه للماتشات. انا زعلت قوي ماتش المقاولين المصري مفيش اتنين بيتفرجوا. زعلان قوي يا كابتن. المصري كسب. مصر ماشي كويس. 1-0. خد بالك الماتش برده ما تنساش للظروف في برج العرب. ما هو قبليه زد وامبي برده كان الحاج محمد والحاج احمد قاعدين بيتفرجوا. لا المصري نادي جماهيري. زد دي فرقه كويسه على فكره. بس خسروا من امبي. امبي بصراحه عامل موسم رائع. ده امبي بيشتغل سيد ياسين. ده من تامر مصطفى مشي على فكره اللي ماسك سيد ياسين من ولاد النادي يا كابتن ومدرب كويس عشان قوي عايش وسط وماشي اول كلها. دلوقتي لا ومدرب يبقى اذا برضو الاداره مع الانضباط مع لعيبه معقوله كويسه تقدر تطلع وتعمل نتائج كويسه. ده امبي انا بالرغم ان امبي ما صرفش السنه دي ما صرفش لعيبه يعني بيعمل استثمار وماشي لعيبه ماشي زياد كمال للزمالك اهو. بس النهارده 6 ماتشات لما انا مدرب منتخب وقاعد بتفرج هزعل قوي. تتخيل كابتن حسام كان موجود في ماتش المصري حقيقه مصر المقاولين كابتن حسام حسن والجهاز عشان بتاعه. تنقي لعيبه كابتن اللي في دماغك يلعب احسن من اللي عندك على الاقل. ليك توقعات لماتش الاهلي والجونه بكره؟ الاهلي وبلديه المحله بكره. والله الاهلي يكسب سكور كمان يعني. من البلديه عامل ماتشات كويسه خد بالك. ما هو عامله ماتشات كويسه احمد ابو رفع ملعب ماتش الاهلي عشان الاهلي يعني وعنده انتعاشه بعد الماتش الاخير اللي هو كسبه بره دوت كمان. احنا قلنا الاهلي توقع كام يعني اقل حاجه 2-0 مش تقليل من البلديه ده قوه النادي الاهلي اللي فرض كده. كابتن عبد الجليل الواد رؤوف احمد عبد الرؤوف بس هو ده عشان هو كنت مدربه بس هو لعب عندكم في المقاصه تقريبا ولعب في المقاصه مدرب كويس قوي كابتن قلبه جامد وعادل. بس هو عمل زي ما مسكت المقاصه في الاواخر ومعيش حد وبلعب مفتوح بجيب اجوان بس بتلطب الاربعه والخمسه هو كده خسر ماتش 5-3 واللي قبليه 3 بس هو برضو على فكره مش يعني هو لحد ما هو ترتيبه هو عشان لم نقط في الاول هو برضو امكانياتهم ضعيفه يعني خد بالك معدي البنك الاهلي معدي المقاولين خد بالك كابتن هو بامكانياته لما بيلعب فرق زيه هو بيكسب. اوكي لما بيلعب فرق لا الاهلي هيكسب 3 3 ما هو لو لعب مفتوح كده فتو برضه البلديه لعب مفتوح هيشيل 3 تمام. كابتن بشير شرفتنا ونورتنا. والله انا مش عارف الحلقه بتخلص معاك بتاعتنا بسرعه ليه كده كابتن شبان ومصعب شريف عشان بتنقرف عبد الجليل طول الحلقه. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. ده انت اللي شرفت ونورت والاستاذ بشير شرف ونور والله. الاستاذ دلوقتي عشان ماشيين. ما احنا ماشيين بقى الاستاذ بشير. شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله باذن الله في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.